السلام عليكم. كورونا أمرنا الله تعالى في الإسلام بأشياء تبعد عن المسلم هذه الأمراض. الوضوء 5 مرات في اليوم، يغسل يديه، يستنشق، يتمضمض، يغسل وجهه، يبعد عنه الأمراض والأوبئة. الاستنثار وهو أن يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه تنظيفا له، ألا يخالط من هم مصابون بهذه الأمراض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يدخل المريض على السليم. ولما أقبل وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهم رجل مجذوم، قال عليه الصلاة والسلام له: قد بايعناك، قد بايعناك، يعني لا تقبل علينا فتخالطنا، نحن نسلم عليك ونبايعك من بعيد.